هننتهز وجود الاسطوره والمحترف اللي رفع راس الاهلاويه كلهم في كل انحاء العالم وفي كل بطولات الحياه في تاريخه. اكيد لازم يكون متواجد معانا كابتن سيد لاشين، اسطوره النادي الاهلي في التنس طاوله وكابتن النادي الاهلي. كابتن سيد مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيد يا حبيبي، الله يكرمك. مساء الفل، منور مصر، فرحانين بيك، مبسوطين بيك، متابعينك كمان الله. في الدوري الاسباني اخبارك ايه؟ قول لي. كله تمام والله الحمد لله، فضل ونعم من الله، كله زي الفل الحمد لله يا حبيبي. لا عايزين، لا احنا مش هناخد بقى فضل ونعم من الله، لا اهم حاجه لما رحنا اسبانيا ايه اللي حصل؟ اتقابلنا ازاي؟ ايه اللي حصل؟ احنا متابعينك ما شاء الله عليك هناك، ماتشاتك كلنا متابعينها، لكن عايزين نعرف الاستقبال، البدايات، بداياتك في التدريب، الوضع شكله ازاي يا كابتن سيد؟ والله كله تمام الحمد لله. اول ماتش الحمد لله توفقت وكسبت الماتشين، الماتش الثاني برضه ربنا كرمني وكسبت الماتشين. احنا حظنا ان احنا لعبنا مع اول وثاني على طول. كويس. الفريق بتاع السنه اللي فاتت كان تقريبا رابع. كويس. وفي القرعه عليه اول ماتشين كانوا على الاول والثاني على طول. يعني بدايه المباريات مع اقوى فرق في الدوري الاسباني. بالظبط كده، لاعبين ماتشات جامده على طول من الاول. وخلصنا اول ماتشين جامدين. طب الدوري الاسباني رايح في اي اتجاه بالشكل ده؟ كسبنا اول فرقتين. لا لسه، احنا عندنا هناك في الدوري اللي هناك ينفع في تعادل. ينفع تتعادل. ثلاث لعيبه، كل لعيب بيلعب ماتشين. كويس. ممكن الماتش يطلع 3-3 عادي جدا. دي نظام الدوري عنده. ده هناك، وبرضه اللي هو نظام البوينت، او اللي بيكسب بياخد 3 واللي بيتعادل 2 واللي بيخسر بيبقى نقطه. والدوري هناك رايح جاي ولا في حاجه معينه بتحصل في الدوري؟ لا ماتش عندنا وماتش بره. طب قول لي، قادرين نوفق بين النادي الاهلي ونادي كابتن سيد في اسبانيا؟ قادرين نوفق بين الاثنين ولا ايه النظام بالظبط؟ لا ما فيش مشكله، انا هو في اسوان دلوقتي، انا بكلمه في اسوان. عارف الماتش دلوقتي الحمد لله. وامبارح بس لولا الظروف اللي كان عندنا ماتش مع الصيد والماتش اتاجل، حتى اللعيبه والحكام كان عندنا في مدينه مصر، وطبعا مدينه مصر كانت مقفوله باللي حصل امبارح ده. لا كانت مصر كلها مقفوله يا كابتن سيد. مش مدينه مصر. اللعيبه ما عرفتش تيجي بتاعت الصيد ولا الحكام. فالماتش اتاجل، ان شاء الله هنلعبه يوم السبت. وباذن الرحمن هنطلع على اسكندريه عشان عندنا ماتش رشيد وماتش العاب دمنهور. يعني على طول كله ورا بعضيه. ده الدور الاول كده خلصناه. طب كابتن سيد لاشين قاعد قد ايه في مصر؟ هيلعب معانا لغايه اخر الدور الاول ويسافر ولا قاعد قد ايه في مصر؟ انا هلعب وهسافر ان شاء الله باذن الرحمن، يعني هخلص الدور الاول كله اللي هو يخلص يوم الاثنين. كويس. باذن الرحمن. وان شاء الله هسافر اسبانيا يوم 6. كويس. هرجع يوم 24. تمام. وانا هناك بتمرن مع المنتخب، يعني مش النادي بتاعي اللعيبه بتتمرن مع المنتخب. يوم 2 سنتر، سنتر في مدريد وسنتر في برشلونه. وانت في اي سنتر؟ انت في برشلونه. انا في برشلونه عشان ده القريب للنادي بتاعي. طب حلو قوي. قول لي، رحت بقى البارسا ورحت شفت النادي ودخلت ولا ايه النظام؟ لا ما لحقتش، اول مره كان استكشاف. طب هو انت اساسا بتشجع البارسا يا كابتن سيد صح؟ بص انا بشجعهم، يعني بشجع البارسا بس انا بحب كريستيانو بس. عارف بقى عجوز ده حالاتي كده من الناس العظيمه. قول لي، الناس هناك في اسبانيا بيقولوا على النادي الاهلي وشايفين النادي الاهلي ازاي يا كابتن سيد؟ لما اتكلمت فعلا اتكلمت مع ناس كتير، كان اللي هو يعني انا بلعب في دول بتبقى مستغربه ان انا بلعب في حته غير البلد اللي انا بلعب فيها. فبيقولوا لي النادي الاهلي وبتاع، فقال لي حاجه بس اقول لهم خش اعملوا سيرش على النت هتعرفوا ان انا النادي اللي انا بلعب فيه ده ايه. تمام؟ ان انا كلامي بالنسبه لهم طبعا انت عارف انا الاهلي ده بيتي، فانا طبعا على بيتي دي حاجه. الحاجة الأهم إن هم فعلا لما بيخشوا ويشوفوا الصور بتاعت النادي، حتى بتاعت الصالة عندنا، بتاعت صالة البينج بونج اللي بيكلمهم بتوع البينج بونج، لما بيشوفوا الصالة بتاعتنا عاملة إزاي والتمرين عامل إزاي كلهم بينبهروا. قول لي، هناك في النادي اللي تلعب فيها كابتن سيد في كام لعبة؟ لا إحنا عندنا لعبة واحدة اللي هي نادي ثلاث طاولة بس. يعني نادي وحيد متخصص في التنس طاوله بس. بالظبط. لا ربنا يكرمك كابتن سيد، نتمنى
قبل ما تسافر نعمل معاك حلقه كبيره، لان انت فعلا نجم كبير اسطوره. خلاص اكيد انت عارف انا بحب القعده معاك والله. اكيد بتكون احلى حلقات يا كابتن سيد معاك. بنتمنى لك التوفيق، نورت مصر وشرفت ناديك، وان شاء الله باذن الله تستمر مسيرتك الناجحه في التنس طاوله. وسيظل كابتن سيد لاشين كابتن النادي الاهلي هو فعلا اسطوره من اساطير التنس طاوله، وحكايه كبيره في التنس طاوله في مصر والنادي الاهلي.